مساحة حواء مساحة تتحدث فيها شخصيات كويتية نسائية لها دور مؤثر في المجتمع، تتحدث فيها عن أفكار تؤمن بها وتجارب وتحديات خاضتها وأحلام لا زالت تملأ جعبتها. في البداية كان عندي شغف للبحر، لكل شيء هو أزرق وأي شيء كان صوب البحر، فزاد الشغف عندي وأصريت أن أنا أتعلم أني أغوص في أعماق البحر، أكتشف مو بس السطح هم بعد أعماق البحر. طبعاً من مرحلة إلى مرحلة بلشت في مبادئ الغوص وسحبني هذا المجال الصراحة من مرحلة إلى مرحلة متقدمة، حتى أصبحت مدربة لمنظمة ريد ومنظمات أخرى عالميين. واللي ميزني الصراحة في هذا المجال كتدريب غوص إن كنت مو بس أعلم الشخص اللي جاي يتدرب الغوص، أعلمه مهارات الغوص كاملة. بلشت أخلط ما بين مهارات الغوص وأعلمهم مهارات للحياة. كانت لمبادرة عالمية حملة اسمها Yes We Can Do It أو نحن قادرات، أهديتها لكل امرأة في العالم. حبيت أقول لها Yes We Can Do It، لكل سيدة تقدر أن تجتاز أصعب المراحل في حياتها، كل امرأة تقدر على أن تكسر الحواجز أيا كانت في المجتمع. الإنجاز العالمي اللي حققته وكل فخر اللي هو أني أغصت مع سمك القرش اللي هما اليراير لمدة 5 ساعات. كانت لي تجارب مع أشخاص، منهم شخص كان ريلة مبتورة، الحمد لله كان قدرت أن أطلعه من دائرة القوقعة اللي كان عايش فيها من بعد تدريبات الغوص وتدريبات مهارات في الحياة. قدرنا نعزز الثقة في النفس عنده وحسيت بالرضا وحسيت بالنجاح، أن لما قدرت أغير من شخص كان متقوقع على نفسه ورافض الحياة لأنه يحس أنه ما بيختلط بالناس. الحمد لله اليوم هذا الشخص قدر يرجع حق دوامه، قدر يرجع حق دراسته وأصبح مقبل للحياة.